حلقتنا بتكفي ولكل محبي النجوم العالميين وتحديدا نجوم سوزو ميركن. عم تقري؟ لا ما عملت شيء بس شفتك عم تضحك فكرت ان لا وتحديدا نجوم هوليوود وسيسي الكبيره. رح نكون بلمحه سريعه مع اخر واحدث اخبارهم المهنيه وحتى الشخصيه. تقرير اكيد لماري تيريز معلوف. هاي سنويا ينتج ملايين من الافلام وبيتم الاحتفاء فيها ضمن مهرجانات مختلفه حول العالم. ابرز المهرجانات هو مهرجان كان السينمائي يلي العديدين بينتظروه من سنه لسنه ومحطه سنويه ثابته خلال شهر ايار. دورة 67 من مهرجان كان السينمائي أطلق عليها أنه الحكم فيها للنساء، خصوصا أنه معظم أعضاء لجنة التحكيم هن النساء ورئيسة اللجنة هي المخرجة جين كامن النيوزلندية. هي كانت أول امرأة بتفوز بجائزة الصحف الذهبية عن فيلم بيانو. كمان بتضم اللجنة صوفيا كوبولا المخرجة بنته لفرانسيس فورد كوبولا والمخرجة الإيرانية ليلى خاتمي والممثلة الفرنسية كارول بوكي إلى جانب العديد من النساء والرجال. الدورة 67 من مهرجان كان السينمائي بتنطلق ب 14 أيار وبتستمر ل 25 أيار. أكيد رح نبقى ناخد تفاصيل عديدة وتقارير خاصة عن هالدورة من المهرجان يلي فيها أفلام مهمة ومميزة مثل العادة. دار الأزياء العالمية فندي اختارت الممثلة جوينيث بالترو والمغنية العالمية أديل أنهم يصمموا حقائب بيض خاصة فيها ويتم بيعها ضمن مزاد علني. انطلق هالمشروع وكانوا الحقائب مميزين. الخبر الثالث بحلقتنا لليوم هو عن جيرارد باتلر. وين هو وشو آخر أعماله رح نشوف سوا. شوهد هالأخير برفقة امرأة غريبة الأسبوع الماضي بسيدني وكانوا عم يتمشوا سوا. هالممثل اسكتلندي تناقلت الأخبار عنه أنه في علاقة هيئتها علاقة مميزة بينه وبين امرأة مجهولة الهوية وهو حالياً بصدد تصوير فيلمه Gods of Egypt وتم الإعلان عن إطلاق فيلمه London Has Fallen بأول تشرين الأول القادم. Just open the gates of hell. The United States of America doesn't negotiate with terrorists. Who said anything about negotiating? هيك بتكون خلصت فكرة السينما لليوم. أنا بشوفكم بحلقة جديدة. نتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم المخرج عمر أبي عزار. أهلا وسهلا فيك عمر. أنت موجود معنا اليوم لنحكي عن المهرجان الثالث للمسرح يلي بيصير بدير القمر من تنظيم الانستيتو فرانسي. ومين وهيدي السنة هيدي لثالث سنة على التوالي الانستيتو فرانسي تبع دير القمر بياخد المبادرة الكتير مهمة أنه يعمل مهرجان مسرح ببلد العالم ما بتلتقى إلا حوالي المظاهرات والمناسبات السياسية والعزوات والأعراس والأعراس يعني أنجا يعني كمان إذا ما اختلفوا حوالي بأهالي العروس والعريس. فالانستيتو تبع دير القمر أخذ هذه المبادرة ينظم بعد مرة المهرجان المسرح يلي بيجمع مدارس ومسرحيات طلاب للمدارس تبع المدارس وحدهم بيجيب مخرجين وفرق مسرح محترفين لبنانيه واجانب يعرضوا بنفس الوقت على مده يومين بدير القمر. وهذا المهرجان بيصير بثلاث مطارح بدير القمر يلي هو البلديه الانستيتيو يلي هو مكان كثير حلو بدير القمر وقصر فخر الدين ومتحف ماري باز يلي لهلا مسكر للجمهور وفتحوه للمناسبه. حلو يعني دير القمر عندها سحرة والمسرح عنده سحره
والحلو انه قادرين نجمع اليوم الجيل الجديد ياخذنا هو على مسرحه، بالاضافه لفنانين من لبنان ومن برا. مين المدارس المشاركه؟ كثير مدارس بنشوف مينلي، وهن المسرحيات هن باللغه الفرنسيه كونه الانستيتيو اللي هو اللي منظمه. هلا المسرح له سحره ودار القمر له سحره، المسرح له تاريخه ودار القمر له تاريخها كونها كانت العاصمه، عاصمه الامارات، عاصمة لبنان كانت قبل ما تكون، قبل ما يكون بيروت. بس الأهمية تبع هيدا المهرجان هو إنه مثل ما كنت عم بتقول إنه قصة الأجيال، إنه عنا طلاب بدل ما يكونوا عم يتمرنوا على السلاح وعلى يصيروا ميليشياوات بهيدا البلد يلي إنه صار له أكثر من 30 سنة عم بيعيش الحرب، والجيل الجديد عم يتمرن على السلاح وعلى الحرب وعم من يتربى على هذه العقلية، في مبادرة عم بتحط هذا الجيل وهول المدارس بنفسية بمطرح ثقافة فني، مش بس ثقافة فني، بمطرح بيعبر عن رأيه بطريقة مختلفة من الخبيط. مزبوط. طيب المدارس اللي رح يشاركوا أو الطلاب في له تام معين لمسرحياتهم؟ يعني عم تيجي موضوع عريض للمسرحيات. قررنا السنة نشتغل على موضوع أخوة شناي يلي كمان هي أسطورة أخوة شناي جاية من الشوف، وبس مش التلاميذ والأساتذة ما أخذوا أخوة شناي كقصة مثل منه، أخذوا مفهوم هذا الشخص يلي بالإجمال مهمش وما حدا بيسمع له، وبياخد المبادرة يحكي ويقول الحقيقة ويواجه السلطة، وهو كان شخص يطرح الحل. فاشتغلنا على هذا الأساس مع التلاميذ بأطر المدرسة، بأطر العائلة يلي هن الأولاد بأيامنا هن مهمشين تماما، ما حدا بيتسمع على الأولاد، روح العب حبيبي، روح العب بابا، ما حدا بيعبرهم. فنحن قررنا أنه السنة صورة أخوة شناي تتاخذ على صورة هول الأولاد ويركبوا مسرحية على هذا الأساس. نحن اليوم بدنا ندعي الناس تابع هالمسرحيات، بالتحديد اي اوقات عم بتصير، كيف فيها الناس تعرف عنا اكثر عن العروض؟ فيهم يروحوا على الويب سايت تبع الانستيتيول لعروض عم بتصير بكره وبعد بكره بعد الظهر بدار القمر بالانستيتيول اللي هو حد الساحه دغري ورا، معروف كثير انستيتيول فرنسي ومكان كثير حلو ومناسبة يروحوا العيال يقضوا وقت ببلاش. المحترفين يلي رح يكونوا موجودين هن مين؟ المحترفين في فرقة كهرباء 7 على 7 عم بيعرضوا عرض اسمه 7 على 7، وفرقة توين كولكتيف عم بيعرضوا عرض اسمه يوم الخبز، وفي فرق من فرنسا اسمه لتريو كلوناسك عندهم عدة عروض، والأساتذة يلي داروا يلي عم عملوا المسرحيات مع الأطفال هن عملوا ورشات عمل تدريب على كيف يعملوا عروض مع التلاميذ بالمدارس. فهول 8 عروض مستوى الشغل فيهم مثير للاهتمام. المسرحيات تبع المحترفين بالعربي بس الطلاب هن باللغه الفرنسيه؟ مسرحيات المحترفين بالعربي الطلاب باللغه الفرنسيه. نحن بدنا نذكر الناس مجبورين نعملهم باللغه الفرنسيه كونه الانستيتيو اللي هو هو حلو كمان انه نشوفهم باللغه الفرنسيه. لا هو يا ريت كان بالعربي، بس وزاره الثقافه بلبنان اكيد مش رح تمول هيك شيء. ايه بس مش اشكال، يعني نحن بلد فرانكوفوني ومتمسكين كمان بهالثقافه. ونحن بلد عربي بالاساس، اللغه الفرنسيه هي اللغه الثانيه مش اللغه الاولى. مش غلط طالما بس انتم جامعين بعض، جامعين اثنين، مش غلط، مش انتقاص من اللغة العربية أكيد. نحن بدنا نشكرك عمر أبي عزار، وندعي كل الناس أنه تكون بكرة وبعد بكرة بدار القمر، وكل التفاصيل على الويب سايت الخاص بالانستيتيو فرنسي. أهلا وسهلا. شكرا كثير. شكرا لك. نحن رح نروح لبريك ونرجع.